بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. تأمل يا أخي وتأمل رخيتي في أحوال التائبين والتائبات في عبراتهم وصرخاتهم، لنقف مع ذلك الزوج وهو يقول: لقد وفقت بزوجة كنت أسمع عن طاعتها وهمتها قبل الزواج، لكنني والله لم أكن أتوقع ذلك حتى رأيت بعيني. ففي ليلة زواجي وبعدما غلبني النوم تنبهت فجأة فلم أجدها بجانبي، تلفت في أرجاء الغرفة فقلت: قد يكون الحياء جعلها تنام في الغرفة الأخرى. لكنني تعجبت والله، تعجبت عندما رأيتها واقفة قانتة لربها، رافعة يديها تطيل القراءة وتتبعها بركوع ثم سجود طويل. عجبا لها، لا تترك قيام الليل حتى في ليلة زواجها. فلا إله إلا الله، تذكرت حديث نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يدعو بالرحمة لتلك المرأة بقبله: رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه النار. لا إله إلا الله، أين النساء؟ أين الغافلات؟ كم من النساء همهن في هذه الليلة زينتهن، بل منهن من لا تبالي بصلاة الفجر. فيقول هذا الزوج: والله تمضي الشهور والشهور ولم تتغير حالها، بل ازداد ثباتها، فلم تترك عادتها وأنسها في قيام الليل. وأنا لم يتغير حالي، فقد كنت في غاية البعد عن الله، أقضي الليالي في سهرات واستراحات بين لعب الورق والشيشة والقنوات. هذه حالي والله، لكنها كانت لي كأحسن زوجة، تعامل لطيف ونفس طيبة. فيا عجبا لهمتها وتحملها، لا تمل من خدمتي، وكأنها تقول لي بلسان حالها: ها أنا أقدم لك ما أستطيعه، فماذا قدمت أنت لي؟ ماذا قدمت؟